والنسوان بعد النسوان الأول أي زوج يجيها تشكر الله. الحين هي طالع هالمسلسلات بعض النساء طبعا ها يقول ذاك المذيع يقول تحولت أمة محمد إلى أمة مهند لأن صرنا النساء الآن تطالع مسلسلات غرامية وفيها رومانسية طافحة بالتالي ترسم لها فارس أحلام هذا موجود خمسة منا في الكرة الأرضية وين يطلع القرعة عليها هذه. فإذا تزوجت تقول لا هذا مو فارس أحلامي لأن هي رسمت خياله. إذا نحن محتاجين أن ندرس أهداف الزواج وندرس المواصفات الدخيلة في إنجاح هذا الزواج. هذا سبب رقم واحد.